هذا الدعم اللي غيتعطى للنساء في وضعيه صعبه. دونك هو مزيان هو يكون انيسياتيف، ولكن خصنا نعرفوا جوست انه هذا الدعم لمن غادي يمشي. دونك ماشي ديما غادي نلقاو كيف ما كيقولوا انه كاينين شروط، مي هاد الشروط اللي غتوفر في هاد السيده اللي هي في وضعيه ديال هشاشه او في وضعيه فقر معوز، انا خصنا نعرفوا هاد السيده يعني ماشي ديما عندها وليدات صغار، وماشي ديما عندها يعني دي زونفو كيقراو في ليكول وغيكونوا موان واحد لاج موان سيزون ولا موان سيتون. مي بون كاينين دي كاخرين حالات اخرين اللي غنلقاو فيهم انه كاينين دي فام اللي ولادهم كبروا ومشاو خلاوهم اولا ما عندهمش الاولاد اصلا. دونك شنو غادي نديروا مع هاد الناس؟ دونك هاد المراه هادي اللي ما عندهاش الولد او ولادها خلاوها ومشاو، يعني هادي ما ندخلوهاش في البرنامج ديال 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 الدعم. دونك هذا هو اللي بغيت نفهم. هو اما هي قضيه الدعم هي حاجه مزيانه سي نورمال، باسكو كان بحال قلنا كان نديروا واحد كنخلقوا واحد التوازن ما بين الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره سي نورمال، ولكن خصنا غير نعرفوا هذا الدعم لمن نوصلوه. دونك الدعم كاين، مي الكيفيه كيفاش غادي يكون هذا الدعم تما فين خصنا نشوفوا، تما هذاك هو المشكل اللي كيبقى. انا بالنسبه لي هذا السوجي ديال ان المطلقات اللي خرجت لهم الدوله يعني 1400 درهم كوم كوا ان الازواج ديالهم ما قادينش باش ينفقوا عليهم، انا كنشوفها يعني كونتر باغ كونتر ان الازواج غادي يوليو يعني صافي غادي المسؤوليه ديالهم غادي يلوحوها على الدوله، هي اللي غتولي تصرف على المطلقات، يعني هما غادي يهزوا يديهم من المسؤوليه، يعني ما غادي يصرفوا حتى حاجه، ما غاديش يكونوا مسؤولين بالمطلقات ديالهم وبالولاد نتاعهم، يعني صافي راه الدوله خرجت هاد لاسوم دارجون بالنسبه للمطلقات، يعني صافي يعني هما اللي غادي الدوله اللي غتكلف. حسب الدعم اللي خصو في 1400 درهم للمرأة الأرملة ولا المرأة المطلقة غير كافي بتاتا، نظرا لمتطلبات ديال الأسرة اليومية راه بعيد كل البعد عن الأماكن عن المنطق. انا الراي ديال الدعم اللي خرج الدوله ما عنديش شي معلومات عليها، هذا الشيء هذا اللي كان خرج ما عنديش شي معلومات، انا كنعرفها على حسب القانون ديما كيحدوا على حسب الدخل ديال الشخص شنو هو وعلى حسب الظروف ديالو شنو هي، الا عنده شي ظروف يعني مع شي مراه وحده اخرى ولا شي حاجه كيتقسم داك الشيء. كاين المراه اللي كتوصل حتى ل 2500 درهم، كاين المراه اللي كتوصل حتى ل 5000 درهم، كاين المراه اللي كتوصل حتى ل 10000 درهم، هذا الشيء راه ما محدودش، هذا الشيء راه قانون طويل في هذا الشيء هذا، وهذا الشيء اللي كاين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.